كيف؟ كيف يحاكم زعيم قتل الناس؟ كيف لا يحاكم يا أخي؟ السؤال كيف لا يحاكم وقتل الناس؟ قال لك ما هو المخفي الثاو في الكلام أنه هذا زعيم يعني يحيي ويميت. انتبهوا، الزعيم من حقه أن يحيي وأن يميت، من حقه. فإذا أحيا بعض الناس تركهم وقتل بعض الناس فهو زعيم بالبقلو يعني بسوغلو، يجوز له، لماذا لا؟ لو كان هذا الرجل وثني يفكر بعقلية محمدية قرآنية إسلامية، لو تربى على الإسلام هذا وسمع شيء بينفعه في المساجد من يومه كان قال لك لا يا حبيبي، والله لو ثبت أن الزعيم قتل فردا واحدا ظلما يحكم به يقتل عادي، جيبه على المشنقة. أنا قلت لإخواني ولناس من الإخوة السوريين محترمين يعني وعندهم موقف كذا، قلت لهم إخواني لو هذا الرئيس السوري بشار الأسد في أول أيام الهبة هذه والثورة في درعا، ابن خالته يقال، أنا مش محقق ومش خبير، لكن سمعت من ناس موثوقين قالوا ابن خالته هذا قتل 3 بيدين بالمسدس وأعطى أوامر بالقتل فقتل الباقي في أوله. يأتي الرئيس السوري اللي بده الإصلاح وواعد بالإصلاح، ممتاز، هنا في قانون وفي ضمير وفي شريعة وفي أعراف، مباشرة تجرى له محاكمة، ثبت عليه ذلك في منتصف البلد يعدم. بدنا نشرفه كعسكري، نعدمه رصاصة في رأسه، إعدام عسكري. كان سكت الناس، كان حسوا أنه هذا الرئيس السوري عنده نية صادقة بده يغير، أليس كذلك؟ هذا النظام الآن في سوريا لم يجعل، لا أقول أنا مثلا لست متعاطفا معه وأنا حين وضعت موقفي، ولا يمكن وحاشا لله أن ألقى الله وأنا متعاطف مع هكذا نظام، قلت هذا نظام متغول وفاسد ومفسد ودموي ومخيف، ولكن التوقيت لم يعجبني. التوقيت سوريا مأمور بها، متآمر بها وعليها أيها الإخوة، وطبعا حدوث فوضى الغيب لا يعلمه إلا الله، المرجح أنه حيصير في فوضى. لماذا؟ ما في أحزاب يا إخواني في سوريا، ممنوع، فش الحزب واحد وحيد متألع، حزب البحث العربي الاشتراكي، أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة، ما في غيره، ما في أحزاب، ما في هياكل حقيقية للعمل. فطبعا طبيعي أكثر من طبيعي إذا زال النظام فجأة بأي ضربة أيها الإخوة أنه يصير في فوضى. أنا متأكد، مترجح لدي حتى بتواضع، مترجح ستدخل قوى هي التي تتآمر بهذا البلد من سنين، واضح تآمرها يا أخي، واضح تماما، جهارا عيانا بيانا، ستحدث فوضى ليست في صالح سوريا ولا في صالح الشعب السوري ولا في صالح المنطقة، وكثيرون قالوا بهذا. لكن صدقوني الذين قالوا هذا الكلام تعاطفا مع الشعب ومع الأمة السورية ومع الأمة العربية وليس مع النظام المجرم الفاسد المفسد الدموي، كل يوم يثبت أنه دموي يا إخواني بألف برهان جديد، يعني يجعل في الأخير هؤلاء أصحاب هذا المنطق لا يجدون سببا لأن يسكتوا مزيد سكوت. ما خلاص يعني احترقت كل الأوراق، ماذا نفعل يا أخي؟ قال عتبوا على عزم بشارة، وطلع عميل إسرائيلي وطلع مخابرات عزم بشارة، المفكر القومي العربي المناضل صار فجأة بضربة حظ سبحان الله من عملاء إسرائيل لأنه انتقد النظام السوري بطريقة أكثر وضوحا. لماذا؟ أنت لأنه يرى الدماء تسيل يا أخواني كل يوم، كل يوم، الجمعة الماضية أكثر من 100 مجزرة حقيقية يا أخوان. لماذا؟ قال لك مندسون، هؤلاء المندسون لا يندسون إلا على البنايات الحكومية، وبعدين هؤلاء المندسون تستطيع أنت أو أنا أن نصورهم بالكاميرات بالآيفون، نستطيع، بس الأمن السوري اللي حط الناس كلها تحت الأرض مش قادر يصورهم، صح؟ ومش قادر يقنصهم ومش قادر يأخذهم ويحقق معاهم ويعرف مين بعثهم، مش قادر. دبوا انت قادر تصورهم وتبثهم على التلفزيون ويصورون دائما، صح؟ وعلى البنايات الحكومية. يا أخي الناس لها عقل، لا تستطيعون أن تستغبوا الناس إلى آخر الطريق. قد يكون هناك بعض المندسين، أنا لا أكذب هذا، بعض المندسين، لكن محال أن يكون كل من قتل ويقتل برصاص المندسين فقط، لا برصاص الأمن، برصاص قوات الأمن يقتل الناس يا أخي. لماذا؟ أعطى الناس فرصة أن تعبر عما قال لك هؤلاء مغرر بهم، مغرر بهم. طب تعال غرر بنا، هنا نحن في النفس الآن، تعال غرر بنا لكي نخرج نموت، مستحيل والله العظيم. الناس لا تخرج لكي تموت وتفقد عيونها وأطرافها وأعضاءها وأوداءها وأولادها وأحبابها وأصدقائها إلا من أمر أكبر من أن يعبر عنه. طبعا عليك أنت هنا
إنسان موجود في النمسا في أوروبا مستريح ومأكل شارب مكفول ومكفي، إنك تفكر بهذه العقلية وقل ما الذي يدفع الناس إلى أن يخرجوا الموت الأحمر الزؤام، يفقدوا حياتهم وأطرافهم، ما الذي يدفعهم؟ أكيد إحساس بالقهر فظيع لا يحتمل، قهر وظلم. يشوف بعض الأوثان أيها الإخوة أكلوا كل شيء وتسيدوا على البلاد والعباد، أوثان ممسوخون أقزام، تاريخهم تاريخ فساد وأفساد وما زالوا مستمرين ويعطون الأمر بذبح الناس إلى متى؟ ونفس الشيء يحدث في اليمن وفي غير محال، يعني خلاص فتنة يصير فيها الحليم حيران، العاقبة لا يعلمها إلا الله. أنا أقول لكم بعد الطريقة هذه العاقبة لا يعلمها إلا الله، لكن أقدر، سأقول كلمة من ضميري، أقدر وقلت لإخواني في الأيام السابقة إن كان هناك مؤامرة، وغير بعيد أن تكون مؤامرة، بس مش مؤامرة تخرج الناس ليتظاهروا، لا لا لا، مؤامرة بالحكم هذا لكي يذهب لأهداف طبعا استعمارية كبرى معروف، لكن مش تقول لي مؤامرة أخرجت الناس لكي يتظاهروا، هذا كذب، كلام فارغ هذا، لا لا يسوق على أي إنسان أبله. إن كان هناك مؤامرة بالبلد وبنظام البلد، أكثر من أنجح ويعمل على إنجاح هذه المؤامرة النظام نفسه. أنا سأقول شهادة لله، أنت أيها النظام والله العظيم المجرم رقم واحد في حق نفسك وفي حق البلد ومستقبله بطريقة تعاطيك مع ثورة الشعب السلمية، هذا هو، كان يمكن أن تتعاطى معها بطريقة حضارية، بطريقة تنم عن الصدق في الإصلاح. وعلى فكرة قضية الإصلاح والإصلاح الموعود برضو بالضحك ضميري، شهادة لله أيها الإخوة، عقلي لا يتسع أيها الإخوة لاحتمال هذه الخلطة المتنافرة غير الممكنة، طغيان مع إصلاح ممكن؟ مش معقول، ما في طغيان، ديكتاتورية شمولية ظلم حقيقي مع إصلاح، صعب جدا. الإصلاح لا يكون إلا من الصالحين، انتبهوا، من المستحيل أن الفاسد والمفسد يعمل على إصلاح حقيقي، صحيح؟ حتى الفساد الأخلاقي مش الفساد المالي، وطبعا هو الفساد المالي سبب كبير، هو سبب عظيم رئيس في الفساد الأخلاقي، الفساد المالي طبعا، فساد المال كما قلت قبل هيك يجعل الناس يقتلون، يجعل الناس يعتدون، يجعل الناس يغتصبون، يجعل الناس يشحدون، وهذا أكبر فساد ومذلة، يجعل الناس يزنون ويقومون حتى في زنا المحارم، لأنه ما في فلوس، لا تأكل لا تشرب لا تعلم لا تتزوج، تعمل كل شيء خلاص، تستحيل إلى إيه؟ إنسان ضائع وتائه علشان جماعة تتمتع بالمليارات التي لا تعرف عدها ولا حصيها، مليارات موزع في بنوك العالم حول الأرض في القارات الأربعة أيها الإخوة، هذا هو الفساد. النبي قال صنفان من أمتي لم أرهما لا يريحون ريح الجنة ولا حيشموها، هم من أمة محمد، يعني ممكن بصلوا، ممكن بصلوا، هذا هو العادي، قال مش حيشموا، لن يشموا رائحة الجنة. رجال، في الأول بدأ بالنساء، قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، تمشي وبتتمايل وبتمايلها تميل قلب إيه؟ الرجل المفتون الضعيف أو الشاب العزب، بميل تحدث له فتنة في قلبه، هاي مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا الكوافير والفزول هذا عاملها هيك رأس، يعني شو شافن؟ ما كانش هذا أيام الرسول، ما في امرأة عاملة كوافير هيك وكذا في رأسها، النبي شاف سبحان الله، يرى الغيب، قدرة الله ولطفه. قال هذا الصنف الأول ما في، الفساد الأخلاقي. والصنف الثاني أيها الإخوة، الصنف الثاني ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها أو يهبون بها ظهور الناس. ليه رسول الله جمعت بين الاثنين؟ واضح، هذه متلازمة، سندروم متلازمة الفساد السياسي والفساد الأخلاقي، الطغيان السياسي والفساد الأخلاقي والاجتماعي، متلازمة سندروم، ما فيه تقول له طغيان واستبداد والظلم وديكتاتورية وإصلاح، مش حيصير، ما صارش ومش حيصير، عشان أكون واضح وأبرر ذمته خلاص انتهينا. نسأل الله النجاة لسوريا، آمين. والله العظيم والعصمة لسوريا والكرامة والعزة بما يراه وحده لا إله إلا هو، لأن الذي أقدره ولم أفضي إليكم أنه بعدين في آخر السنة هذه في السنة الجاية يعتدى على سوريا، أنا بقول لك الشعب السوري سيقول والله ما احنا رافعين حتى حجرة، ليأتنا الغرب والشرق وكل شياطين الدنيا لن ندافع عن هكذا نظام، سيرى أن العدوان على النظام وعلى قوته ليست عليه، هو عدوان على سوريا كلها، بس الشعب خلاص يكون طفح الكيل، طفح كيله،
سوف يخذلونه. هذا النظام مخذول، والله العظيم ما واحد من الشعب السوري رافع قش يدافع عنه. أنا أقول لهذا النظام، إذا كان بعض رجالي هنا بوسط الكلام بسمعه، أنا أقول هذا الكلام وحنشوف. أسأل الله ألا تصدق الأيام كلامي، يعني لا أتمنى لسوريا أبدا. سوريا عندها وزن، انتبهوا، وزن كبير جدا جدا في المنطقة كلها، الوزن الأكبر لمصر ثم لسوريا، هي هيك عبر التاريخ معروف الجناحين هذولا. العراق راح من زمان، ضيعوا العراق مسكين، راح أقوى جيش عربي راح، ظل سوريا ومصر. مكر كبير. فممكن، وأنا بقول يمكن هذا سر اللهجة الناعمة واللغة اللي فيها نوع من اللطف، انتم شايفين لا يشددون اللهجة عليهم صح عن النظام السوري في قتل الناس. هذا الغرب الفظيع، هذا الغرب الفظيع جدا والذكي جدا. ليه؟ كأنه يقول للنظام عندك ضوء أخضر لسه ما زال عندك، أمعن في قتل الناس بورطوه بزيادة، والله العظيم بورطوه بزيادة، علشان بكرة لما نضربك عاد ولا تضربك إسرائيل، شعب يقول لك إلى 60 داهية تخلصنا منك، إسرائيل أرحم منك، بتكون مصيبة طبعا. انتبهوا. فنسأل الله اللطف، لا أعرف كيف تتصرف هذه النظم وإيش العقليات. طبعا وضح لدي حقيقة أن هذه النظم، صدقوني والله، لا عندهم مستشارون أذكياء ولا ناس أذكياء. من أول خطاب للرئيس الدكتور بشار الأسد علمت أنهم كذلك للأسف، وأنا صعقت. ما يطلعش رئيس شعبه يموت يضحك لي، عمل ليها مهرجان إعادة الإمام، مش معقول، أنا لم أصدق. تضحك؟ وعلى فكرة هاي المقالات تتوالى، واشنطن بوست وغيرها، قال لك ارتكب أخطاء فظيعة، في رأسها يضحك. نعم، كل الناس الفهمانة تضحك أنت يا أخي، شعبك يموت، الدماء تسيل، تضحك بدل أن تشنق وتقتل، ترمي بالرصاص كل من تورط في قتل الشعب البريء، الشعب الذي خرج بالحق يطالب بالحق، خروجه بالحق ويطالب بالحق، تقتلونه لماذا يا أخي؟ اسمعوا لهذا الشعب. رأينا الرجل الذي قتل ابنه مخلص حقوق بتفوق، قتل أمامه ومنعوا إسعافه حتى نزف، يعني نزف دمه هو مات، وبعدين ضرب الأب نفسه على ظهره ضربا مبرحا، ثم اعتقل اثنان من أولاده. شوف ما شاء الله العدالة وين، يعني قتلنا لك ابنك وضربناك يمكن كسرنا ظهرك وخذنا اثنين من أولادك كمان وحنبهدل بيك. إيش الظلم هذه يا أخي؟ إيش الفحشاء هذه؟ فحش والظلم، ظلم فاحش، ظلم فاحش. بعدين أقول لك حرام وفتنة، وعلى ذكر الفتنة حتى لا يفوتني، ما هي الفتنة؟ هؤلاء المشايخ يحرمون الفتنة، قال لك الفتنة حرام، الفتنة ملعونة، وملعون من أيقظها وهي نائمة. فتنة فتنة، بيضحكوا علينا زي البغي، البغاء البغاء، إيش البغي؟ إيش الفتنة؟ ما عدنا نفهم، في نوع من الغموض في تحديد المصطلحات، معاني المصطلحات. حنستفتي الإمام الشوكاني وهو يعني عالم متأخر في القرن 13 الهجري، قال لك الفتنة تتحدد بمعنيين، بحالتين، احفظوا هذا وجادلوا به علميا. ايش الفتنة؟ الفتنة بتؤدي لسفك الدماء وقتل الناس ونهب الأموال وهتك الأعراض، هذه فتنة. متى؟ قال لك الفتنة تكون حين يقتتل فريقان لا يدرى المحق منهما من المبطل، لا يعرف، مش عارفين مين على حق مين على باطل، هذه فتنة طبعا. أحسن لك ألا تسعى فيها لأنك مش عارف. لذلك لما سئل عبد الله بن عمر قيل له من هي الفئة الباغية، وعجبي ابن عمر لم يعرف، عجبي. لذلك انتبهوا، ما في تقديس للأشخاص، ابن عمر مش عارف بس الأمة كلها عارفة، إحنا عارفين، معظم الصحابة على الإطلاق كانوا عارفين الفئة الباغية فئة معاوية. أكثر علماء أهل السنة حكوا الإجماع على أن الفئة الباغية فئة معاوية، ابن عمر ما عرفش، قال لك أنا مش عارف، خلاص هو حر أمام الله ما عرفش رضي الله عنه وأرضاه. يقولوا من هي الفئة الباغية، فئة معاوية ولا فئة علي؟ فقال للسائل والله لو علمت الفئة الباغية ما كنت أنت ولا غيرك أسرع إلى مقاتلتها مني، بس مش عارف أنا، الأمر مشتبه علي. طيب إحنا الأمور مش مشتبهة لنا صح؟ الأمور واضحة، واضح وين الظلم وين العدل، مين الظالم مين المظلوم، هاي الحالة الأولى. والحالة الثانية يقول الشوكاني الفتنة تكون حين يحترب فريقان أو طائفتان كلاهما على باطل، فتنة ابعد. شفتوا؟ طب ضلت حالة ثالثة بالعقل، يحترم فريقان أحدهما على حق والآخر على باطل، ما في فتنة يا حبيبي، يجب عليك شرعا أن تناصر المحق وإلا ستلقى في نار جهنم يوم القيامة، ممنوع. لذلك لما يتكلم عن فتنة قل له إيه فتنة، بتضحك علي أنت، ما هي الفتنة، حدد ليه الفتنة يا أخي شرعا فقها علما، كل شيء فتنة فتنة فتنة، مظاهرات فتنة، مناصرات فتنة،
فيسبوك فتنة، كلام خطبة زي هذه فتنة، خطيب فتنة يقول لك، كل شيء فتنة، تنطق بالحق فتنة، ونسينا إيه أحاديث إيه التآمر والتناهي والشيطان الأخرس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطلق لألسنتنا بقول ما يرضيه وبما فيه نفع الأمة وصلاحها وإسعادها وكرامتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.